تراجعت قوة الإعصار راك إلى الدرجة الثالثة، لكن مسؤولي الأرصاد الجوية في المكسيك أصدروا تحذيرا من الإعصار لمنطقة باكا كاليفورنيا الجنوبية مع اقترابه منها. كان الإعصار قد بلغ الدرجة الخامسة، وهي أقوى درجة على مقياس سافر سيمونز للأعصير، وبلغت سرعة رياح 280 كم في الساعة في مطلع الأسبوع قبل أن تتراجع قوته.